ويجوز الانصراف من منى في يوم الثاني عشر لمن أحب أن يتعجل فيرمي بعد الزوال وينصرف، ويجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. هذا فيما يتعلق بأحكام التعجل. الأصل فيه قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالله عز وجل ذكر وجوب ذكره في هذه الأيام، أمر الحجاج بذكره، ثم خيرهم فيما يتعلق بالانصراف بين التعجل في يومين وبين التأخر. والتعجل في يومين هو الانصراف في اليوم الثاني عشر، فالمقصود باليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر، وأما التأخر فهو البقاء إلى يوم الثالث عشر. فأول وقت جواز انصراف الحاج هو اليوم الثاني عشر، لا خلاف أنه لا تعجل قبل ذلك، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا تعجل قبل ذلك. ومن أراد التأخر فإنه يبقى إلى يوم الثالث عشر ولا يشرع له البقاء بعد ذلك، لأنه قد انتهى التعبد لله تعالى بالمكث في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد زوال الشمس، ثم خرج من منى فورا وصلى العصر وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم في المحصب خارج منى.